ببقى مهتمة جدا ان الناس تعرف بانه الدراما صناعة، يعني هي مش بس ممثلين وكاميرات، في صناعة، في عمال ديكور، في إضاءة، وعشان تنور كمان المكان وتدي التفاصيل. أنا شايفة تفاصيل، أنت كمان عامل السقف عامل إزاي؟ أعتقد امبارح كان في مشهد السقف وهو رايح يقابل عمر الخيام لما كان بيقابل في القصر. بتاع القصر بتاع الدولة السلجوقية ده. فهنا مفيش سقف، هنا بنوصلين لحد حوالي 11 متر والسقف جرافيك. المصادر كانت ايه؟ كتب التاريخ، صور، معارض، يعني في الحاجات دي بيبقى الريفرنس بتاعها قليل جدا، فانت اول حاجه بتروحي لها هي الحاجات اللي عايشه لحد دلوقتي. فبتروحي تشوفي الموتيفات والجوامع اللي موجوده وترجعي لتاريخها. لا، بنجيبها كلها سيرش. بتجيبها. فبنحاول نجيبها كده، وحاول نخش على المتاحف كمان عندهم لان بيبقى فيها حاجات مهمه، وبعد كده بتبتدي ترجع للمصادر البسيطه. هل بيحصل في تصوير على الورق؟ يعني بمعنى ايه؟ بيبقى المخرج، مدير التصوير، الديكور، انتم الثلاثة كعناصر عمل فنيه بتبقوا قاعدين؟ لانه التفاصيل اللي احنا بنشوفها، في تفاصيل في الحيطان، في الالوان، في الاختلاف، القبب دي برضو مهم انها تبقى باينه وموجوده وتبقى صحيحه. هي اول ما المسلسل ابتدينا عليه احنا كلنا قعدنا مع بعض عشان نفهم، يعني نعمل خطه كلنا هنعمل ايه. فالقبب هنا بالوان تقريبا متقاربه بالظبط. هي على فكره القبب دي احنا انا شفت زيها مثلا في الاردن، في فلسطين، في العراق. دي حقيقه عشان الحضاره العباسيه كانت ماسكه المكان ده كله، كانت موجوده بنفس الشكل ده. هي الحضاره العباسيه ميزتها كمان ليها حضاره مرنه، يعني مش عندها طراز محدد ليها كمان، بس هي يعني كمان في حاجات بتخش من الاندلس الناحيه الثانيه خالص، كان بيدخلوها في المعمار عندهم، وكان بتخش حاجات متاثرين بيها من الحضاره الفارسيه، يعني زي مثلا الاندلس هتلاقي فيها جوه المعمار بتاعهم حاجات من الحاجات القبطيه. موجود في اسبانيا هتلاقي حاجات، لا حاجات من القبطيه كمان، من اللي قبليهم. طيب احنا هنا شايفين ده، طبعا شايفين عماله، شايفين ديكور. كم عدد العماله اللي بتشتغل فيه؟ حوالي 600 كده. 600 600 عامل بيبني، عامل ديكور. عامل ديكور ما بين نقاشين، نجارين، حدادين، كهربائيه. ودول بيبقوا يعني، هل دول الناس العاديين اللي بيبنوا شققنا وحاجتنا؟ ولا دول فنيين؟ لا، فنيين بتوع فن. لانه هو طبعا بيبني شكل، لكن مش بالضروره هيعيش مليون سنه، لان ده ديكور ممكن يتهد. لا بس ده هيعيش كتير، بس هي اصلا ليهم طريقه ثانيه عشان كمان مرحله التقديم. يعني اشرح لي ايه الفرق بين العامل العادي والعامل الفني اللي بيبني ديكور مسلسل؟ التأسيس، يعني احنا لما نيجي نأسس هنا بنأسس خشب، فما بنأسسش معمار زي الحقيقي طبعا. ولا خرسانه بقى ولا حاجات ولا حاجات دي، فهو عنده مراحل تانية خالص. فهنا المراحل اللي احنا بنبني عليها، بنبني خشب وبعد كده بنبني جبس والفوم، ويعني احنا خطه تانية غير خطه الانتيريور خالص.